أنا فاطمة من الجزائر، عشت طفولتي كطفلة مسلمة، وكانت العائلة كلها مسلمة، وكنا كلنا نطبق التعاليم الإسلامية. مثلا كنت أصلي على سن 6 سنوات، كمان أقرأ القرآن كل يوم. كنا نعيش في حالات صعبة، خاصة لما كان أخي مسلم متدين ومطبق للتعاليم الإسلامية كثيرا. كان لدي أخ أكبر منه، كان يحمينا منه من التعاليم الإسلامية هذيك، وهو اللي تعرف على المسيح لأول مرة، آمن عن طريق معجزة. كان أول مسيحي في عائلتنا، كلنا من سيء ما نحبوش، خلاص سيبو. ولاحظنا تحسن في حياته، وكان ينشر في المسيح اللي pour mes frères، للإخوة تاعي. وكان évidemment رد الفعل ديالهم الرفض في أول مرة، ولما كان يهدر معهم بالكتاب بما جاء في الكتاب المقدس، لاحظوا أن كل ما كان يقوله شيء صحيح. وكان هداك أخي هداك اللي كان متدين هو الثاني اللي آمن بالمسيح. ولما آمن هداك شغل جانا سي فاسيل سي كونفيرتي باش نآمنو، سي فاسيل سهل. كي آمن هو اللي كان الأكثر تطبيقا للتعاليم الإسلامية في العيلة، حنا جانا سي فاسيل دو سي كونفيرتي، خاصة كي جابوا الأناجيل. كنت أنا طفلة صغيرة في الدار، وكنت مسلمة ورفضت المسيح في أول الطريق. بو كنت الإنجيل الأول اللي قريته هو إنجيل يوحنا، وفاجأني كي شفت اللي فاجأني هي المعجزات والحنان، وأن الله كان يتكلم مع الناس بحب، كان ينشر السلام عليها. هذا واش جذبني باش نقرا الانجيل. كنت نقرا في الانجيل توجور، انجيل تاع يوحنا قريته كاع. وفي خطره قال لي خويا وعلاش ما تجيش للكنيسه تاع تيزي وزو. رحت للكنيسه، ومن بعد قبلت ورحت للكنيسه، والكلت هذاك الدرس ولا هذيك كانوا يهضروا على الحب، لامور دو ديو، حب الله للعالم. كي سمعت هذاك الايه هذيك وين قال هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، امنت باللي النعمه تاع سيدي ربي كبيره على هذه. انزل يسوع المسيح، تجسد الله في صفه يسوع المسيح باش يكون لنا خلاص. سي بون، اتخذت القرار باش نشتغل مع الاولاد في كنيسه فريحه من تيزي وزو. ولليوم راني نتلمذ الاطفال ونكتب، واليوم وليت نكتب حتى ترانيم بور لي زونفون، للاولاد صغار. ان شاء الله نكملوا للقدام، وان شاء الله ربي يحط يده على الجزائر باش نشوفوا النعمه تاع سيدي ربي في الجزائر. احبك ربي.